نكون من البصرة، حيث أطلقت شركة المجموعة الدولية العراقية لتجارة السيارات سيارات كيا لعام 2021 بمواصفات جديدة في محافظة البصرة جنوب العراق. الزميل ماجد الصقر كان هناك وأعد لنا هذه التقرير أو هذه المادة، خلينا نتابع. شركة كيا دائما تنزل إصدارات جديدة، من ضمنها الكيا سورنتو بشكل جديد، وقبلها كان حفل تدشين كيا بيغاس بمعرضنا ببغداد، والكيا سيلتوس، وكافة الموديلات تنزل. بالنسبة لعملنا هنا بالبصرة، طبعا الموديلات اللي موجودة تستقطب المجتمع، مكونات المجتمع بصورة عامة، يعني ما تخص بين كبير بالسن أو وسط أو عائلة أو هذا. فالحمد لله يعني أدائنا ومستوانا ممتاز، ونحب نضيف فد بصمة معينة لمحافظة البصرة. اليوم يخص السورنتو 2021 الجديدة كليا، اللي يتغير شكلها بالكامل يعني، وليس فيس ليفت. تعتبر الجيل الرابع من السورنتو. تغيرت السيارة من المظهر الخارجي والداخلي أيضا. تخلت كيا موتورز هذه المرة عن مفهوم أنف النمر للشباك الأمامي للسيارة، وتم تبديله بوجه النمر، مما يعطي السيارة شكل رياضي وشرس بامتياز. مصابيح أمامية مميزة جدا، 4 عدسات LED، مصابيح خلفية على شكل مخالب النمر أيضا LED ممتازة جدا. تتوفر بمحركين نوعين محرك، 4 سلندر 2500 سي سي و6 سلندر 3500 سي سي، وناقل حركة 8 سرع. تحتوي على كثير من المواصفات الرفاهية، من نظام تشغيل البصمة والتشغيل عن بعد، بالإضافة إلى نظام الكاميرا الخلفية والشاشة 8 إنش لمس والتكييف اللمس، بالإضافة إلى نظام التحكم بالمقود أوديو كروس كونترول، بالإضافة إلى نظام الدرايف مود اللي هو ب4 وضعيات، الكومفورت والسمارت والإيكونومي والكومفورت سمارت إيكونومي والسبورت أيضا. السيارة تحوي على ضمان شركة المجموعة الدولية العراقية وكلاء كيا موتورز بالعراق 5 سنوات أو 100,000 كيلو، أيهما أقرب عن العيوب المصنعية للمحرك وناقل الحركة. طبعا احنا شركة المجموعة الدولية، احنا وكلاء كيا بالعراق، لدينا فروع في بغداد و